بعدين تعود تعمل جوجل يعني ترفعني لفوق وبعدين ادمن فيك لما تكون فوق بالهواء بدك استنى. طب اصبر يا زلمه بشرح لك. لا ما انا مستعجل على على نصيبي. عارف انت شو بدك تحكي فما في داعي تعلمني يا عمو. طيب اوكي لحظه لحظه اوكي هلا بس عشان يعني طب يا هوي لحظه اوكي لا 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 عشان ناخذ الفول اكسبيرينس. فول اكسبيرينس عشان اعرف افوز عليك. ايش في حط السماعه ولا على الشب بس. طيب طيب المهم المهم هلا جربها مره اوكي اعمل اللونش وبعدين حاول ادمن فيك انه اطول الكم اطول الكم يلا روح بعدين. لا اله الا الله ارفع ارفع يلا اوكي حلو ممتاز يلا كمل. هو كان فيك شفت شفت الحركه هاي ممتاز عمل ضرر كثير بيسك موفز بعدين اخلصها بالكومبو الاخير. ايوه بالضبط. هلا لحظه لحظه احنا على الهواء طب ممكن نسلم على الشباب يعني ممكن نسلم على الجميع اعزائي المشاهدين. اهلا وسهلا فيكم صباح الفول والفلافل معكم حكيم صاحب الكرسي العظيم. اهلا وسهلا فيكم في جاري اللعب. طبعا معنا عمار انا حطيت هيك شعره ابعد يا زلمه ابعد عني يا زلمه جاي للانتقام. المهم ما علينا ما علينا. طبعا اليوم راح نلعب تكن 7 واللي صار فيه اخر مره ما كانش حلال بالنسبه له فجاي ان هو بده يعوض الموضوع بشكل سريع جدا. ما بدنا نضيع وقت هلا احنا كنا قاعدين بنعمل براكتس انا بدي افوت على الجيم سريع سريع اوكي عشان ما نضيع وقت عشان ما نزهقهم بكلامك كمان. أوكي. هو انت المفروض ان انت بـ 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 بالبحرين وانا بالسعوديه ايش عم تعمل هون جنبي ايش عم تسوي. المهم طيب اوكي هلا احنا كنا بس قاعدين بنورجي عمار لانه بيلعب بنوتس اللي هو الشخصيه اللي بنلاقيها في لعبه فاينل فانتسي مدخلينهم مدخلينه على لعبه تكن ك ك ايش زائر زائر او ضيف شرف ممكن تعمل. ضيف شرف فيها هالكلمه حلوه. طيب ورجينا شويه كومبوز على السريع وبعدين بدنا ايش بدنا نلبسهم لبس حلو هيك نعمل لهم شويه كاستم عشان قرب العيد كلها 27 يوم 27 يوم ما شاء الله 3 ايام 26 يوم خلص اليوم الرابع. ليش انا بديش رمضان يخلص انت بتعرف انه رمضان انه ده هو شهر الصيام وال وال والكرم والخير والبركه. انا حبيت اتاكد منه بس اذا رمضان ولا ما علينا ما علينا اوكي. Alright, you're gonna have to speak up baby. فش علينا كاونترز اوكي كمل كمل. قلت لك يو كان فيك تضرب كم من ضرب الاول ما انا على اساس بدي اقتلك بعدين اتعلم. ما يا حبيبي انا نلعب براكتس قد ما ضربتني راح يرجع للهيلث تبعي بدي استرجع حقي. طيب ماشي طيب يلا يلا اوكي ارفع ارفع كمان مره حلو جرب ضربتين حلوه هلا فيك تضربها تحت ما في اسمع لا ما بتزبط لانه انت فيش منك فايده اطلع المني اطلع من مني اسمع اطلع من مش لاعب حقيقي بدكش نلبسهم حركات وهيك نبلش بدنا نخليهم انه نوتس ولا لا 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 اطلع لبرا اطلع لبرا واختار الشخصيه اللي بدك اياها وبتغير شوف ايش الاوبشنز ايش الاختيارات اختيار شوف الاختيارات تبعتك شو ممكن تغير الشكل تبعه كاستمايزيشن ايوه كاركتر اللي هو تعديل شكل الشخصيه ما بيغير ما بيؤدي في اللعب وين نوتس اخر شيء تحت اليمين ايوه. طيب هلا شو الفرق بين الكاركتر كاستمايزيشن والبلاير كاستمايزيشن؟ شفت البلاير اللي هي شفت لما يكون الهيلث بار تبعي اللي هو اللوحه اللي فوق تبعت الهيلث تبعي وتبعك ممكن تغير شكله تعمله نار او تغير لونه لزهري او على حسب طبعا مرات انت بتكون تعمل تحديات معينه في اللعبه اللي هي التوستات روح اختار او ممكن مثلا الاسم تبعي يكون حواليه رسم معين ممكن اغيره اشياء زي هيك الشغلات اللي ما لها داعي يعني. في ناس بيحبوها يا اخي ايش اشتك يا اخي شو مشكلتك انت يعني انه خلص طب روح هنا لون لون شعره ابيض ولا مش عارف ايش فوز واطلع ما علينا عندنا هذا في موجود 6 مليون ذهب 6 مليون ونص والله زياده سامعني ايه الحمد لله ما. طيب الحمد لله مش عارف يعني ممكن هلا هاي الشغله كثير سيئة ايه نيمو 150 الف فايندينج نيمو هياته هياته ايش هذا ايش الجنج هاي تعال بس يخلصوا بس يخلصوا بيموت طب طب اسمع لو خبطته بيقع من راسه صح ما رمضان كان وفرحنا فنوس رمضان ميد ان تشاينا ليش اصلك الصين ما فيه مسلمين لا فيها بس هم بيستوردوا منا بنبدل يعني هم اللي بيعطونا كل شيء ميد ان تشاينا يا بابا انت ميد ان تشاينا ما علينا المهم هيك بخبط انا بدفش طيب اوكي هلا انت اختار اختار على السريع اللي انت بدك اياه والله صراحه في كولكشن يعني فيك تلبسه نظارات فيك تغير هذا طبعا اللبس الثاني اللي هو هذا الشتوي هذا الشتوي هذا الصيفي هذا الصيفي اوه شوف اللي تحت على اليسار بوكيمون والله انه لا مش بوكيمون مو بوكيمون ايش هذا مش عارف تشوكو تشوكو اوه هذا مو قول تشوكو هذا اللي هو عارف الحصان هو زي الحصان اللي انت بتركبه بفاينل فانتسي شيء مشهور اسمه تشوكوبو
اوكي اللي زي النعامه بتركب هيك. مش عارف انا كيف انا صراحه اسمع انا انا انا, أنا كنت بحكي بطريقه جديه بس صراحه بي... انا بحاول احلل طفولتك بس خلص مش مشكله مش اختار اختار اللي بدك اياه على السريع ما اصرف نص او بدله بس بس هذا كمان شوف هذا اللبس تبعه فولي بول مش عارف ايش عم زي هاكر ولا ايش بس احنا بدنا شغله يعني انه تلبق عليه يعني انه تكون اوريجينال شوي خلص خلص يلا حلو حلو هذا حلو هذا نقل اللي بدك اياه يا زلمه بدك تشوكوبو ما عليه بدك تطلع يعني نعامه ولا ايش احنا عندنا لا لا عندنا عندنا اختار اللي بدك اياه اليوم اليوم على حسابي يا معلم يلا اليوم عيد بس يعني ضيع شوي عشان بدي اروح اعمل شوبينج فيش تنزيلات اليوم خلص راحت عليك انا عم بتدلع هلا اليوم يوم نوكتس حاضر تمام وخسر اصلا هيخسر تاني مش هتفرق ادوس عليها كمان مره عشان تعملها تلبسها اوكي على أوكي. اساس انه هو اللي لبسها ايوه بالضبط طيب حط بيزا على ظهرك هاي عشان يعرف الوقت صار وقت الفوز هلا طلع هيك شكله لون جوعان يلا اسمع هاي عشان البيتزا اللي هاي عشان البيتزا اللي شالوا عليها ذاك اليوم قاعدين بتاكلوا وانا عم بلعب والله انت اللي خسرت اخسر اموت من الجوع يعني حلو هذا هاي على فكره انا حطيتها على كاركتر ستيف صح ولبقت اللبس طلع في اشياء كثيره هون فيك تحطها بس لبساتهم وقتهم ايه شوف هدول لا ما هو انت بدك على حسب بدك تقعد تلعب قلت لك فاكر لما في تريجر باتل هاي التريجر باتل كل ما بتلعب فيها كل ما بيزيد الوينز الله كان في فراشه هون ياي بس لسه ما عندنا اياها ما في هاي بتلبق على هداك جيجز الوحش طبعا طبعا طيب شو بدك تعمل بدك تاخذ شيء من هون ما خليها لبعدين نلبق البيسكس اللي عليه البيس ماشي اوكي هون فيك تغير هون بتورجي قديش ضرر بتعمل بيورجيك الارقام وهذه فيك تعملها اللي هي بيطلع كيوت هيك شكل بدك ايش بدك انا فيك هاي احلى وحده اي وحده اللي هي قديش الضرر سويت في منها لونين على فكره في الاورنج هو اظن وفي السيلفر هو عشان لابس سيلفر وهيك عشان سيلفر والكاركتر تبعه تمام اللي بعده شو في كمان هاي مش مهمه هذا الشكل بس هون فيك لو في عندك رسم تاني من شكله لما تطلع بتعرف لما نستنى وقت المباراه بيصير انه في رسوم تانية هلا برجوك لأ انا عندي بدك اللبس النظاره ممكن نظاره طبيه على فكره هذا ولا يعني نظاره طبيه هيك يعني هاي طبيه مش بعرفني هاي طبيه اوه ايه انه انا قاعد بالفصل وانا مصحصح بس اصلا نايم هاي احلى انت وين رايح اوه هاي فنان هاي فنان هاي تلبق بس هاي نقطة يسعد الله انا بلعب بتشارلي شابلن ما بلعب بنوكتس خلص اوكي مين بدك هاي خلص روح على اللي بعدها هاي اوكي هاي تمام اوكي طبعا هي ارخص واحدة فيهم لانه شكلها هم كلهم 30,000 يا طنجرة 30,000 انت مسترخصها 30,000 5 مليون معناش مصاري يعني اوكي هلا فيك تختار انت الشكل اللي انت بدك اياه خلص فيش مش باقي شيء لا في ضايل على فكره شو انت ما شفت كيف لما تدخل على الفايت مود لما يحطوا لك الفيرسز بيطلع لك الكاركترز يعني مش موجوده ما عندك غير واحد انت ما في الا واحد بس اوكي متى اخذته طبعا على ستيف انا هلا بدي اغير شخصيتي وين ستيف انا بدي العب ستيف شهير. وين راح ستيف لا ستيف هون كان هيو لا وين راح وين ستيف انت هي لا 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 في هذا لا بس بدي نغير له شوي بدي اغير له بديش لابسه هذا بدي لابسه هذا الروب عرفت الروب الرهيب لا بدك تنزل لتحت عندنا اياها اصلا لا ما عندي اياها يا حرام لا ما عندي اياها هيو الروب اللي عم تحكي عنه هيو الروب بس لساته الوقت بدك تلعب التريجر باتل صح هلا في لون ثاني شو ممكن تحط له الشعر الملون اللي بيتغير يعني انه مع الوقت مش موجوده ما عندي اياها كمان لساته الوقت ما اظن عندي اياها المفروض هون تكون شفت كيف ما عندي اياها بس اوكي مش مشكله حلو بس اوقات لما تلعب التريجر باتل في ايتمز بتطلع لك يعني انه ممكن تعملها انلوكت بس بتكون لكاركتر واحد يعني انه مش يونيفرسال لكل الناس يعني مثلا الشعر بتاع ستيف اللي هو بيتلون هذا بس بيطلع لستيف انا هلبسه جاكيت الموتورسايكل ولبسه بنطلون زي العالم الناس صح انت هيك شايف بس بدك تكملها بنظارة لازم نظارة عشان تكمل اللوك يعني نظارة ايش هاد عيب عليك يا ولد ايش هاد
رمضان جانا. اوكي باخذ هاي انا وشو في كمان اشياء تانية. اوه هذا التان هذا راح اعمل برونزاج يا معلم والله راح اختار مليون مليون ما حتفرق كثير يعني على الاوتفيت. شوف 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 انت ما كان عندك كثير ما كان عندك غير انت الاصليه. طب اشمعنى عند ستيف؟ ما بعرف عشان ستيف بحبوه اكثر. انت متفق مع اصحاب اللعبه شكلك. انا هذا راح اختاره. لا هذا مش مهم الاكسسوارز هاي والشغلات. العب بدنا نشوف انجاز بدنا نشوف يعني انه اوكي. لا بس كمان بدي اغير كازويا بدك نظارة؟ لبسوا نظارة؟ هلعب هلعب اشياء كثير انا ما قطعت احنا مطولين. طبعا هاد ممكن في الماسك حط له الماسك اي واحد روح على الكاتيجوري لا مش هدول انه مثل بيكون مثل ايوه بالضبط الصفرة اللي بتكون على وشه. لا انا حطيت له تاتو على وشه حطيت له وشم لانه الوشم بالحقيقة ما بقدرش اعملها انا ف فينا نعمله جوتي تعوض بالكاركتر يعني. طبعا حط له نظارة ولا صراحة النظارة غيرت اللوك كله. لا 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 خلاص خليه هيك هيك منيح هو ناقصه بس دراجة صح ويهرب مني. عفا عليك. اوكي شو كمان بدي اغير؟ كان كازويا على السريع لانه كازويا ما لمسته قبل هيك. انا عارف كازويا شو بدي اعمل له. كازويا على السريع بدي الله الله عمرك شفت واحد راح الحلاق ما كان عنده دائن صار عنده دائن؟ سبحان الله خلص الحبر من عند الحلاق. ايه والله. هاي اللي انا بحب اعملها. ايوه ولا هاي هاد فنان هاد فنان بس بدك تغير البنطلون ترى. في هذا البنطلون التريننج هذا اللي بلبسه هذا اللي بحبه. هو هاد. ايوه هاد الكاراتيه هاد. لا هاد. هو هاد. هلا هدول الايتمز كانوا كلهم لوكت من قبل ولا في منهم ما في منهم بيكونوا موجودين يعني. لا هاي بيخليها هاي خليها احلى. شو بدي اغير له؟ والله بعمل له تان اضيع كل فلوسي ما عندي. بدك تعوض قصه التان. لازم لانه ما بقدرش اعمل برونزات. الله شوف الحركات. طب والله انا حاسس بالظلم هلا. تشتغل نوكتس يعني ولا عنده حتى صورة مجلة مسروقة صح؟ وانت عندك كل الشغلات هون غريبة. يلا انا بختار هذا. شو كمان كان في شغلة كان بدي اعملها اللي هو فيك تلبسه على راسه بندانة. ما بقدرش ما عندوش اياها. مش موجود البتنجا. المهم ايش هاد؟ ايش هاد؟ بطل كزوية. لا لا خلص خليها. يلا بختار على السريع. تمام اوكي ندخل بالجد. يلا ندخل بالجد. ندخل بالجد. أنا بروح. فيرسس. أنا على اليسار. هلا طبعا حتلاقي كل الناس إلا كازويا وستيف. هبلش لك بالخال هذا بالعجوز. لا لا هبلش أنا هلا بعد جد من أولها على فكرة. بتهددني يعني. خذ البدلة. والله حاسس حالي رايح أقدم على شغل بتكن. لابس بدلة هيك ومظبط. راح انترفيو. أنا آسف معلش أنا كان المفروض إنه أكون كلاسي أكثر من هيك. إيش يعني إنه تعزمني على درينك؟ إيش؟ كيف كان ممكن تكون كلاسي يعني؟ إنه 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 بدل ما أعمل إنه المفروض إنه أشرب هيك على السريع. الله على الذوق. صح؟ الله على الذوق. شوف شغلك. صح؟ تفضل. يلا عمو حضر حالك. جود لك. جود لك. استنى لازم نسلم على بعضنا أول. نسلم على بعض. نسلم على بعض لأنه يمكن ندبح بعض. ما تخافش. يلا جاهز؟ ايش بداية موفقة جدا لحكيم صاحب يلا كنت عم تتدرب صار لك ساعة لسه عم بحمي. يلا هاي أول ضربة. اسمع يا السريع هاي 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 اسمع والله ما راح أنا مش تاركك اليوم بحالك. أنت بدك تعوض عن مشاكل عندك ولا شو؟ اوف والله جبتك كيف بس ايه
يلا يلا فش مش راح تعمل ريج يعني مش انا عارف انك بدك تعملها والله ما في سامع صوت الكبسة. على فكره انا بنصحك انك ما تعتمد عليها عارف مش ليه؟ مش معتمد عليها انا بس مستني المجال اللي اسويها فيه ماشي ماشي بس انت بتعرف انت بتعرف انه بتعمل 30% ضرر اكتر لما يكون عندك الريج لما تقلب احمر وتكون معصب طيب ما هو هذا لو بتحسبها لو بتحسبها بس الريج اضمن لان هي بتصد اي ديفنس ماشي اوكي بس انه تخسرك من اولها ايوه حلو ما اعرفش يكمل كلامه لا حمست شوية انت وقفت الكومبو تاعتي من النص اه مش راح تزبط اي كيف ضيعت يعني الكومبو احنا قلنا لك انه نوكتس ضيف شرف باللعبة احنا بنحب نضيف ايش هذا يعني. الناحية الثانية يا حبيبي اوكي ما رحت وات والله زبطت لا بس ما بتقتلني ما بتقتلني اوه يو 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 اوه شو قلت لك يس وريج ومش عارف يلا واحد صفير يلا واحد صفير بنعوض ريماتش يلا انت انت على راحتك انت بتختار يعني انت طالما انت خسران زلني هلا ذكرني راوند 1 احنا حنلعب اوت اوف تايم انت لعبت ما بدك انا معك طيب بس مش رح نعمل حركه تبعت اخر مره هاي اللي هو اللي بفوز عليك جيم واحد بيكون كني يفوز السهره كلها انا كنت حاسبها وانا كنت عارف اني حفوز عليك لانك انت اصلا تعبت وبدك تروح تنام واي حلو نايس نايس كانت الجراب جاية بالطريق هذا ما بيوقف ضرب الى ما لا نهاية شفت على طول زبون زبون انت سهلة هاي بلش التوتر بلش التوتر راوند 2 عشان تعرف تستهين بضيفك المره الجايه زي ما كلها جوله واحده يا عمي انت شو مبسوط ايش في ايش في اقعد ولا اقعد اقعد حبيبي صرنا نعرف لك ما مش رح تيجي عليها اوي هاي اجت واو نايس ايش هذا طلع في تحسن ها مش قلت لك كنا بنتدرب طلع في تدرب تدرب يا اخوي تدرب تدرب يا حبيبي تدرب واضح التحسن تدرب يا حياه يا حلولو ها قص عليك يا ريال اوبا بقول لك ايه بفكر حالي بلعب بستيف بدي اناور هذه اسمها الشوب يا عمي والله ما بعرف كيف عم تيجي اجين لا بس على فكره صعب تمسكها والله اوي حضر اوي فيش جراب مش هيك دان على السريع لا بس بدك تعترف انت كنت على اعصابك لا ممكن هلا انت لسه على اعصابك هو صراحه شخصيه لازم تعود عليها كثير ما مش قصدك هيتاتشي لا قصدي نوكتس انه كيف انا كيف العب ضده اه وانت هلا كمان عم تلعب منيح بس بس لسه في انا متاكد انه في مليون حركه ما هو اصلا كل كاركتر بتكن يعني بدك تعمل كورس تو ماستر انت عارف كيف كل كاركتر يعني تعتبر عالم هي لا ما اجت فيه لا شفت قلت شفت الريج قديش عملت لك دمج كنت على اعصابك كنت على اعصابي ولا ما كنت على اعصابي فزت الجيم ولا ما فزت الجيم خلينا نرجع نتاكد براحتك اوكي ريماتش ولا كاركتر سلاج اللي بدك اياه انت غيره هذا لاني انا اسمع مني انا حفظته هلا فلمصلحتك
ولا انت عم تسالني بطريقه حلوه اغير لو سمحت صح منظرك قدام الناس اللي بريحك اللي بريحك العب كمان مره يلا يا جماعه بس حدا يلعب عندي اي حدا ندول السكيورتي وين رايح بتكلم مين انت ما مالك غيري الشاب الطيب هذا اللي واقف الملون هاي واحدة هاي واحدة لا هي هيك وين راحت ليش مش عم تزبطه ايه ايه ضلك شغل انت هاي دايما دايما دائما اول ما بتجيك تعملها زيرو اسمع انت بتقهرني بالبنش الخفيفه هاي تعبك يعني بتحسسني انه كل تعبي راح على الفاضي عمار معلش اتسكي حياتي اتسكي معلش عمار شكله هيجي فيك بيرفكت على فكره انا بس عم بقول لك عماري كان يجي فيك بيرفكت لا هلا عادي اخسر على راحتك اي 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 والله مش بيرفكت ايوه ايوه لحق لحق لازم لازم طلع الجبن واللبنه عمار حتى تحكيها لا والله ما كنت اولها لا بخلص تبعت اخر مره اللي هي الضرب القاضيه ولا محاميه حزتك اسمع هجيبك بيرفكت هجيبك ما راح تجي خذ لسه عايش لسه مش عايش انا عايش ومش عايش عايش افوز انا عايش افوز ولا مش عايش كاركتر سيلك يلا صراحه نقص هو اصلا كمان دقيقه احنا هناخد بريك سريع اصلا وبعدين هنكمل هذا ف هنعطيك فرصه تتدرب اكثر هيعطيني فرصه اتدرب اكثر اوكي معنينا شو بدك اخذ كازويا هذا بس بدك تجرب اللبس الجديد على اساس انه لسه مع لا ربيت له دقني اذا انه حخاف من الهيبه على اساس انت بتلف وبتلف كثير هم لارس هم لارس كلاوديو نوكتس وستيف اه والله صح سكبني بستيف العب ستيف يلا جو بس ستيف حيكون بطيء مقارنه بكازويا بطيء؟ لا مش بطيء ستيف مش بطيء ممكن بطيء بالنسبه لي انه انا لسه ما بعرف كل حركاته لسه انا ما بعرف الجوجل بالهواء على العموم anyways هلا النتيجه 3-0 راح نكمل اوكي عشان ما ينسوش علينا اي شيء و بتذكرهم 3-0 على فكره 3-0 ما علينا بس انه السكرين هي اوقات بتغلط عرفت كيف؟ هي اتس اوكي انا معك انا معك الخط اتس اوكي على العموم هلا اعزائي المشاهدين هناخذ فاصل قصير جدا وبعدين نرجع لكم بعد خلينا نشوف كم البهدله اللي تبعته والله حلو مشاهدين في جاري اللعب طبعا معي مع عمار الجرف وبعد ما خلصنا البريك ما حد فاز على تاني بيرفكت يعني حننتقم على فكره فزت عليه مرتين بس هو طلع عن الهواء كيف فزت عليه مرتين ولا فزت عليه ثلاث مرات لتفوز المباراه المشكله انه ما حقدر اثبت فخلص يعني ما في مجال على فكره النتيجه يعني. بتقول 4-0 كانت 3-0 والله والله طلعنا تريننج طلعنا تريننج ماشي تريننج طب من وين طلعت السيف وجبت لك سيف جديد كمان مع البدله هذا بيجي ده المطوه بتاعي يلا ليتس جو يلا يلا بدايه موفقه جدا يلا قلت لك البريك هذا انا استفدت منه انا هشوف هلا اي على فكره انت في عندك شغل انت كثير قادر اتنبه الحركه اللي انت راح تعملها فلازم اعمل لك حركات ثانيه يعني شوف انت بتعمل فرونت انا بعمل فرونت باك تعرفش اذا انا هضرب هعمل شوف كيف ضحكت عليك عملت لك تمويل انا بتوقع اني اعمل ريج بس ما حعمل ريج ايش هذا هو على فكره كميه الدمج كثير عاليه سويتها هلا مش عارف يعني انه مع نوكتس هاي بس يعني ولا في اي كاركتر ثاني بيعمل هالقد دامج اظن لا 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 في 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 بول هو صح بول بيعمل دامج كثير غبي بس يعني ايش عم تعمل يا زلمه صفر جنبي اوف ليش ما مات
أوي. ذكية الحركة، ذكية الحركة. على فكرة كان حيختفي بس إنه. أو أنت اختفيت أوردي، أنت اختفيت أصلاً. أو أنت طلعتني من العدم. يعني عم. إني يعني جيني من العدم. المفروض يحطوا رول بالتورنمنتس إنه ممنوع تطلع من التراك تاعك يعني مثل ما أنت بتعمل هلأ. إيش هو؟ أنا بروح فوق تحت. ليش تفكر؟ فوق تحت. إيش هذا؟ عشان أعرف أمسكك هيك. خليك مكانك يلا. يلعب يلا. صراحة. انا اسف ده مش دعوه رائع تعال يا حبيبي ولا حتصمت شفتها حلوه والله خد ما راح تيجي طب يعني لا مستني البوكس انت مستني البوكس عم عملت لك طيق ايش ايش انا ايش قلت لك على الكويت سنه سنه ايش هاي ايش ايش عين انا لقيت شيء قدامي ايش هاي ايش انا جوعان العب العب من جيبي بياد عين العب لانه حتخسر عن شكلك انت كمان حيوان اللي حيكز على اسنانه هلا انت هتكلا ايش ايش يعني هكز اسنان تكز يعني هيك اشوف ايوة وراح البيرفكت هذا انت كملت اياها وان بس ما كملت صراحة كنت بعيد يعني لحد ما لحق لك اجي عندك تكون انت قاعد وصلت الارض بس يلا ويش صراحة نايس صراحة ملعوبة. نايس صراحة نايس very نايس بس this is nice more لا ما اجت ما اجت لا لا الله حلوة صراحة حلوة well played حتى هم اعترفوا فيه ملعوبة كيف تعيدها والله شكله ولا حعيدها بحياتي شوف كيف حواليه هيك كله بيصير هيك الدخان احنا بنلعب وين صحيح هاي بالسعودية والله والله قاعدين نلعب جدا اللي هو مش عندنا احنا اللاعب اللي هو شاهين اللي هو السعودي مش عارف ليش حاطينها بالسوق بس ما علينا هاد زي سوق الحمريه سوق الجمعه مستوى هذا عمار عم تنضرب ركز قدام انا بحاول افتح معك موضوع على اساس هيك وش طب هاي ليه ما اجت مثلا؟ ماما لعيب يا اخي شو اسوي؟ انت متفق مع اصحاب اللعبه شكلك خد ايوه اعملها 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 قصدك الريج؟ اه لا خلص بكفيك انت اكلتها اول راوند ما في شيء لا طب خلينا عيدها هاي مشكلة الناس اللي بيتدربوا من ورانا واحنا مشغولين طول اليوم الله يعينك الله يعينك يا طويل الله يعينك حبيبي شو بدنا نعمل يلا بدنا نمشي معك ريماتش كاركتر سيلكت روح كاركتر سيلكت روح مين هتاخد مفاجأة ستيف مفاجأة واحد اول حرف من اسمه ستيف كيف عرفت يا اخي فرانك كيف عرفت يا اخي خلينا نبقي واحد والله هورانك فكرة حلوة يلا هورانك punches versus هذا هيك لكمات ضد تايكوندو بس عندك لبس حلو انت هذا الاصلي انا لك. ما في انت... داعي نعمله كاستمايز لانه اوريدي عنده اول واحد كمان حلو الابيض هذا حلو يلا روح ميشيما بيلدينج مبنى الميشيما بس اكيد في اوبشن تاني انه تنقي الارينا اللي انت بدك اياها مش دائما فيك ما انت دعم تعمل عشوائي هلا بس انت لو رحت يمين ويسار اوكي بيمشي الحال اهلا قلت لك والله حلو يلا يلا حفوزك يلا جوتشي اند جابانا قصدي دولتشي اند دولتشي اند سان لوران دي ونجي على فكره حلو بيلعب بول شكله بيشوف كثير انت لحد ما تتعود هلا ايش في مستحين بورانك انت لا مستحين فيك
هاي والله مستحيل في شيء. اوهو حركه تعال يا بابا راح بيرفكت البيرفكت اي صعب الواحد يعمل كومبوز بهوران والله اجتك اقسم بالله هاي ضربه حظ اقسم بالله والله اجتك قصدك هاي مستهين بهورانك انت هو راسي بحكمي بس شوي صح صراحة بس نترك المزح على جنب انا بستمتع لما اشوف ستيف يلعب صح لعبه كتير حلو الكومبينيشن ذاته رائع بس حاولت مرة يعني انه اخصص وقت انه ما العب ستيف بس كان صعب علي يعني هورانك اسهل منه بكتير اسهل واحد فيهم صراحة نوكتس نقطس بس كمان مش سهل كتير لعبه يعني انا لاحظت هو يعني انه قد ما حركاته حلوه بس في كتير لسه حركات يعني ما بنعرفها اوج لا بابا لحظه التوتر حاسك هتضرب تحت شو تعمل شو تسوي كنت قاعد بموهب لا كنت بهزر بس يعني اعترف انت لخمت وقتها يس هاي ارمر اتاك عرفتها؟ يعني كانت حتجيك بكفي زطت فيك اول مرة هاي لانك فجأتني فيها صراحة مش متوقع انه تطلع من واحد مثل عمار يعني لا لا عمار ترى تلعب منيح انت ما شاء الله عليك اوكي طيب انا حستنى حالي لحد ما اخسر عملت رجل اوش راحت البيج بس والله زبطت اجت عليك اف كي او عملت الستانس بدون ما تحكي لي هذا يعتبر غش هاي وقفه الملاكمه انا ضلني قاعد اعمل لك هيك على اساس انه ما هو كده اللي عنده شغله بده يقضيها بسرعه هاي شو الدفاع بس شو الدفاع بس راحت البيرفكت كنت بدك تلحق حالك لازم اوه لا الله لا بس ما بموت استنيها لا بس ما بموت اوف بس انجاز بس 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 حلوه صراحه حلوه والله عن جد حلوه والله ما والله ما عرفت بس ما عرفت تروح فوق ولا تحت واكلتها كمان مرة ايوه هاي انا اكلتها لا وات يا الله لو كانت اجت فيك هاي اجين اعترف اعترف انك انت قدام هورانك ولا اشي لا مش لهالدرجه مش لهالدرجه عمو مش لهالدرجه مش لهالدرجه حبيبي كسرت الستريك تاعتك عادي حبيبي شو ريماتش على السريع بس 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 تعال مع المشاهدين هلا هي كل مباراه اللي انت فزت يلا فوز غيرك لنشوف صح انت لعبة التري ماتش انا كان بدي كاركتر تاني ليه؟ بلشنا خلينا نحجج بالحرب ايوه علتنا هضيع وقت هذا ضيع وقت استناك تقعد تموت فوق تحت بدك تعوض يلا بسيطة بس انا مش فاهم ليش يعني هذيك الحركه يعني انه توهتك وما عرفت يعني انه تضرب بكل بساطه ما بعرف انا قلت استنى منك الضربه بعدين اعاقب يعني عاقبت حالي بالاخر
خليك استنى خليك استنى. شفت كيف لما قررت اني اضربك؟ يعني قصدي مثل هيك كان ممكن نكمل الضربة على طول. ما هي خلص هي مرة مش رح تحصل تاني. اوه ما يجي. انت سمعت صوت الكبسة. اوفر. بس تعرف لو كانت زبطت عليك كنت خلص كنت متت. كان رح والله. لا كنت متت والله. ساكت هدوء. على فكرة والله ما فيش مزح المباراة هاي. لا اوقات غلطة واحدة بتروح عليك الكومبو كلها. تعال يا حبيبي. لا صراحة حلو حلو. مش بكيفك على فكرة. اه والله. اه مو بكيفك. اشوف اذا بتقدر ترجع تعيدها هلا. اوكي. هتاكلها يعني هتاكلها. طيب اكل حلوه. قلت لك هتاكلها. انا كنت بدي اعمل لك فخ على اساس انه اطلع عليك الريج. بدك ريماتش ولا تغير؟ يلا نغير. يلا روح. انا هضلني ستيف. ها هضلك على ستيف. انا بعرف دواك مين. مش نوكتس. مش ستيف. انا بعرف دواك حيكون مفاجاه. ورجين. لا بتمزح. والله مزعج على فكره. ما تستهين بالباندا. هو مزعج بس بيقهر. الله. وانا بدي اختار الخريطه يعني. اللي بدك اياها. حلو برافو. هاي عشان الرعب والتوتر القصص كلها. بس على فكره انا ما قلت لك البينك حلو عليك. ثانكس. والله عن جد يعني انه مفتح لك لونك هيك وطالع كيوت مع اللحيه كمان. شو قصدك يعني؟ تضارب شخصيات يعني بشكل عادي. لا على فكرة عادي الواحد عادي. يكون عنده داء انه يلبس بينك ويلبس زهري عادي. ايش فيه؟ ممكن عم تلعب باندا جاي تحكي معاي. فقلت اتغدى فيه قبل ما تتعشى فيه. على فكرة هو موضوع فطور وسحور. ايش الغدا والعشاء انت كمان؟ انا لسه مش متعود على انا كنت بتأكد منك اذا رمضان ولا لا يعني. رمضان جهنم. كنت حتكعبل. انت ضيعت علي الكعبولة. مين هذا؟ طبعا احسن اشي بالكاركتر تاعت باندا اللي هي اجريل الطويلة اللي بتوصل لأي محل وممكن اجيبك من اي محل بالمال. على فكرة يعني انت مستهين برجلي اوكي؟ لا انا بعرف انه في ناس بيلعبوا تورنمنتس. كثير عم تلعب جد انت. كثير عم تلعب جد. انا عم بتسلى صراحة. خلص اعتزلت الغرام يعني. اعتزلت البشر دخلت على الحيوانات. حلو هاي طلعت. كيف بس بس هذا الدمج اللي سويت لك اياه كثير. هذا اسمه دمج. بس شوف اذا انا اذا انا بفوز هاي الماتش ما رح نعمل رهان. رهان ايش؟ انك تضلك تلعب باندا. لا طول الوقت. لا لا بعدين ما راح تفوز. قلتك بتزبط؟ والله زبطت. ونلعب فيك فولي بول. ايه اوووول. والله حلو. اوووو حتلعب باندا. ما راح العب باندا. حتلعب ما راح العب باندا. باندا اللي خسرك. أنا هورجيك الباندا اللي بيخسر. شفت كيف عرفت إنك أنا عم تنط؟ أنت ما كنت متوقع إنه باندا ينط. لا 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 مرة. والله بنسى أقسم بالله بنسى. وجول. على فكرة مش حق. اوي بس 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 لا لا. حتى
تلعب باندا يعني ما ما راح على باندا لو فزت الجيم هذه كله انت في بينكم شبه على فكره انت ماله. يعني هو ناقصه تيشيرت زهريه وخلص. انت ليش ما حضرت الفيلم تبعي كونغ فو باندا؟ اه والله انت ال وطاي طبعا انت معتبرني بانشينج باك بدك تنزل الرمل مني. كنت على امل اطلع حلويات يمكن. ايش في ما كان قصدي انا في سوري الا ما تزبط يعني الحركه بضلني اعيدها الا ما تزبط. ايوه اللاعب تحت هذا غش. انزل لتحت انت. طيب يعني الحكيم خليك قد كلمتك والعب باندا. ما راح العب باندا. ما راح العب باندا. لا ما بلعب باندا. انت نفسك اللي قلت لي انه باندا بيلعبوا فيه تورنمنتس وفي ناس كتير بيفوزوا فيه. بس انا لا 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 لاعب محترف ولا اشي. واضح. لا في فرق اني بعرف العب وفي فرق اني محترف. لا انا بعرف العب بس محترف لا. ايوه ما راح تيجي ما راح تيجي. انا اللي راح اجيبها. لا والله اجت وعدت. انت كيف دفعت الباندا هذا كله هيك؟ مش عارف هو خفيف الظل. والله او محشي قطن. على فكره هذا باندا له مشاعر تحكيش عنه يعني. والله بليز ما نعمل ريمات. الله يخليك. اختار. لا 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 اختار شخصيات ثانيه. هو اي شيء بيقهرك بس اوكي نختار شخصيات ثانيه. كاركتر سلاك. ما راح اخذ باندا. ما حاسب باندا. انت بدك تاخذ باندا. لا 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 بدك تاخذ باندا. والله باخذ باندا. ما بدي باندا. ما بدي باندا. خلينا نشوف والله. باندا 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 لا ما حياخذ باندا. عمار ما جويستيك منك رح انقي لك باندا. غير اللعبه تلعب كوره. قلت انه انا بدي اغير من باندا اخذ شيء مختلف عنه فحنقي كوبا. بعد عنينا لانه ما عندها اي مجال قدام كوبا. وحجيب لك السمكة هلا حضرتك من السمكة. انا راح اخذ اقول لك من تاخذ جين كازاما. جين كازاما؟ انت لعبت فيه من قبل؟ لعبت فيه يعني يعني مش بالمستوى الشباب التانيين اللي بيلعبوا. بس بيقولوا عليه انه صعب. لا تخافش عليه انا سوبر. خير ان شاء الله خير. سوبر. خير. انا مستواي فخر على الاخر. جدا. جدا. شو قصدك يعني؟ انا اظن انه في حدا بيلعب بالنيابه عنك يعني بالباقه وانت بس بتكلم. والله انا والله العظيم انا هي الجويستيك. والله انا بلعب. لما بتبلش اللعبه بترمي الجويستيك. مين هذا؟ ايش ماله هذا؟ هاي رقصه الانتصار. يلا ولا كانه تغير شيء يعني بس لون الفرو هو على فكره. لا بس على فكره يعني انه باندا وكوما ما بتتوقع حركاتهم. ولك يا زلمة ايش هاد؟ ما قلت لك هو يعني انه اي اجت فيك؟ ما حتيجي. اجت يلا اجت. لا 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 بس مملة صراحة. مش مملة حلوة. لا لا يا اخي والله ما والله مش عارف الدب هذا كيف يلعب اصلا. اذا على الحيوانات مش قادر تفوز. الله عم بتقلي لي ظهري. اخذتك بالاحضان. اي لا لا راحت. ايش هاد؟ والله اجت. ايه تونا. انت عندك حساسيه واحد فيها. اي لا 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 عادي عادي بتصير بتصير. انت عن جد والله حظك بالسماء اقسم بالله. اي حظ يا ابني اي حظ. يعني فزتك 2 راوندز باندا صحيح انت فزت الماتش كلها بس كوما لحد هلا هو اللي مسيطر. يا الله لو تزبط. ما راح خليها تزبط. انت هلا متوتر لانه انت حتتفشل. على فكره كرامتي ما بتسمح لي ان انا اخسر من دب. انت انكشفت على حقيقتك بدك تفوز باي طريقه. اعطيك راوند يلا خذ راوند. ولا
لعبني هي السمكة ها. عم بهددك فيها. ايش السر بينا تعملون؟ مجهزها على جنب انا. ما يجي. قلتك حتظبط. لا لا جاهز المرة هاي انا. انت بدك تفوز بيت. والله العظيم ما كان قصدي، والله ما كان قصدي اضرب مرتين. والله والله كان بدي اعمل هالحركة. لا انا كان بدي اعمل هاي. المبتدئين دائما بيلعبوا. لا. بس حسب ليش اه هي هي هاي اللي كنا نعملها هي لا مش هاي هاي ايوه هاي اه اوكي اوف كي او شايف الاسترخاء؟ الحياة ايزي. هو اكل جن كزابا وعم بيريح هلا. على فكرة بدي العب ريماتش. ريماتش؟ اه يلا ريماتش. انا قلبي طيب وبعطيه ريماتش. مش مثله هو اللي بيحملني جميلة عشان يعطيني ريماتش. لا انا ما بعمل هيك معك، انا بعمل هيك معك. ابدا انا القلب الحنون. لا المشكلة أنا مش مستوعب العمل بيصير، مش متخيل إنه هيك عم بيضرب فيه. أنت خسرت من كوبا. لا أنت مش فاهم، يعني أنا بقضي وقت كتير إني أحفظ الحركات تبعت الناس اللي ضدي واللعيبة اللي بيلعبوا فيها، بالأخير بيجيني دب هذا و كورة فاول تفوز عليك. على فكرة أنت عم تلعب منيح، يعني أنت مش عم تستهبل. حبيبي أنا يعني إنه بخبي إمكانياتي بالأول. خبي إمكانياتي؟ خبي إمكانياتي يا أخوي. لا الله خليك خبيهم عشان تنغرب حالك. انت سمعت ال خلص من يوم طالع شخصيتي المفضلة كوما. فيش تربح راوند. فيش ايش فيه؟ الله اكبر خلصني يا زلمة. تخيل افوزك بيرفكت. لا لا ما راح تصير. ما راح تصير. يمكن الراوند اللي بعديها. يلا غضب مش مشكلة. اوي! هاي هي اللي انا كنت بستنى. الله اكبر. لا لا خلص خلص تعال. اجل 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 اخلصك. يس! يس! كانت هتظبط. تعال اقول لك حاجه. طيب قول لي. سامعك. ليش مش اكسيرون؟ عشان تضلك مستهين الكوبا. تعال مصر عشان تظبط. يعني رجله بحياته ما استعملها. وخسرت منها. انا شامم ريحه التوتر. اسمع مش مرتين والله ما بصير هيك. انا شامم ريحه التوتر. يلا فوز عادي. هيك تقول عادي. عارف حالك خسران. انت عارف حالك خسران. باقي اخر راوند. لا باقي اخر جوله ما خلصت. إيش يعني من اولها مبينة. تعال تعال. ايش في؟ كيف صديتها؟ بدك تطح دب. كيف؟ صراحة فيها مبدأ. وات؟ استغفر الله العظيم. الله. لا ما بدي اخسر من كوما. حتخسر. العب العب انا بلعب جدع. اه والله؟ اه. هذا كله مزح يعني؟ يلا اخذ. لا نحن تعالي. فوز 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 فوز. ما اجت ما اجت ما اجت. يس مبسوط. يس انا شام ريحه التوتر. لا 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 اعطيتك فرصه. طيب يلا اوكي ثالثه ثابته. يلا ثالثه ثابته يعني نلعب بيست اوف 3 احنا. ما هو هلا لعبه كوما غير الحسابات تبعك على فكره. ما شاء الله معصب. بلش يعرق قطن هو. وحياه الله مش قادر احفظ مش قادر احفظ. ايش لا بس خلاص ولك نص الهيلث راح. وانت لسه ما بلشت. ايش
سهلة سهلة يعني زبون ما يعرف يعني انت على فكرة يمكن بلشت تتوقع حركاته فلازم احول على بامبر. ايش في بيضرب بكل اجزاء جسمه. بالله عليك تعرف انت شو عم تعمل؟ يا عم بعمل رولينج والله وبحرك على التراك الثاني. المهم عم بفوزك. ما عم تفوز جولت. انا اسف ما بفوز. مشكلة والله ما بعرف متى بيكمل هجوم متى بيوقف. شفت كيف؟ على طول بيقوم منها. نو انت عرقت حكيم نحفة بلا يس ما زبط التمويل. مش ضابطة معك عمار. مش ضابطة كتير. شو هي؟ انه انت اللي حكيم انت لاحظ انه الباور ليفل تاعك عادي. ايش فيه؟ استغفر الله العظيم. انا مش عارف كيف لما يوصل ليفل هالقد يعني انه بتفوز علي باخر لحظة. والله العظيم نسيت اخر ضربة الابر كات. ايوه هاي على فكرة بدنا نصير نلعب بالدبديب هذول اكثر. طبعا حتصير يعني انه عالم الحيوان مش تكن. هذا توتر اسمه. هذا اسمه توتر يا حلاولو. الله طلالك راوند. بس بدك تعترف انت هلا انحفت خمس صراحه كيلو. صراحه لازم العب كل يوم ولا ما والله مرتي بترضى علي وعليك كمان اذا نحفتني 10 كيلو ثانيين. بدك تلعب معي بكوما على طول اذا هيك. صحيح احنا قلنا انت لازم تلعب بباندا. ما راح العب باندا. حتلعب بباندا لا اله الا الله. انا اصلا باندا ما في داعي لباندا. في عنده وحده مثل الكاستمز تاعونه لابس شنطه بتلبق على البينك تاعك. والله بتحب تشوفه؟ لا ناقي باندا. لا ناقي باندا. لا ناقي باندا. لا ناقي باندا. لا طب حنقي باندا لو افوزك يا اخي مشان الله. والله انا نسيت عن موضوع ايدي. ليش بتلعب باللعب؟ ليش بدك تلعب ايدي؟ ليه انت عارف تلعب ايدي منيح يعني؟ انت خايف من ايدي؟ لا انا خايف من ايدي؟ لا خلينا نشوف. هو كان خايف من كوما. ما بيعرف ايدي شو بيطلع منه. فكر انه في خوف. نقيت المضمون يعني. نقيت المضمون. لا هو بول اصلا شخصيه مش كثير. ممكن قلت لك فيك تختار. ما لعبنا فيه. حط هذيك الحلبه اللي عليها الكاميرات. اي واحده؟ كمل 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 كمان اسرع اسرع. لا لا الناحيه الثانيه. كمل في حلبه. لا مش هاي. مش على باندا كندر كندر تاعك وعلى كمان 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 كمان. وين راح على فكره؟ خلصوا. لا ما خلصوا. لا هي ارينا انه هيك حلبه ونهائيات. يلا ارينا ما لديك هلا ولا ضربه قاضيه. ارينا طريقك الى الباب. ارينا الطريق الى الخارج. انت عامل هذا الكوستوم لايدي؟ لا هذا لبسه هيك طالع من اول مره بشوفه بالافايت. انا منقي رقاصه يعني صراحه. ما انت تبع كابوير هذا مزعج. هذا بيريح يعني. بونش واحده عوضت كل الضرب اللي ضربتك اياه. عارف هذا بقول عنده زيح عنده ضربه زيح غاض عارفها؟ هاي زيح غاض ولا
وال انت ما كنت متوقع انه بلهم كم لا ولا انه يجيني هالقد واحدة على فكرة. طب يعني انا بحاول اقرب لك رأس وانت بتبعدني. ليش مش عارف طوله؟ ايوه هاي يلا ضربة زيح خاط. لا بعيدة على الفاضي. على الفاضي البونش ستاتك هاي بدأ مرقي يا اخي اختم الجولة حركة حلوة. خلص حاضر يلا فيش مزح. حفظها هاي كيف بس ايش في؟ طبعا حركات اول مرة بتشوفها من ايدي. يس عادة متعود الناس يلعبوا ضربتين بس هيك نفس الزر. ايوه مثل ما انت عم تعمل هلا. ايوه بالضبط انت شايف بس انت بتنوع. اوش الله ملعوبة صاحب الكرش العظيم الضربة المحاوية بس لسه ما مت. لا خذ يا كيف يعني ما متت؟ لا لا, لا 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 يلا عشان ما تزعل. لا شفت هاي الضربة حلوة لا فرقت عن البونش صراحة اعطتني كوع. ايش بدك اعمل لك يعني؟ هذا القص الاول يعني اعمل اشي هيك يعني. الله شوف احنا ورا بالشاشة الله بس هدي هداك عم بفوز هدا عم يخسر. مان بيجع البني ادم. لا لا هو على فكره كمان ضرباته مثل الثاني هذاك غير متوقعه ابدا. زي مين كوما؟ مثل كوما. لا كوما ارحم لسه. زيح خاط. ايوه. وي وي وي. انا المشكله ما بعرف اكمل الكومبو هذيك. اظني ضلك دايس مو دائره او شيء. كي او. هاي اسمها فينالي. اقسم بالله انا عم بخسر من عاهات والله. بيختار لي اقوى شيء عنده ما بتزبط معه بيختار لي دب بخسر. بختار ناس حياتي ما لعبت فيهم. على فكره هذا مساعدك كثير لاني مش قادر اعرف النمط تبعه اسلوب لعبه. هو طبعا ايدي معروف بهاي الشغله كابويرا تاتو. خذ 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 لا كيف حبيبي على فكره بدي اخلصها باتاك هيك. الفاضي على فكرة أنا ما كبست آر يعني إنه طلعت معي بالكومبو نفسها. أوش أوعى أوعى ولا أيوة بلش التوتر. لا إيه ممكن أفهم كيف ما جت فيك. يلا ضربت زيح غار زيح غار. لا زيح غار ولا لا 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 قم روح يا رجال ما تعرف أنت شو كانت جيدة. طلع هذا كان بيحاول يعمل شالب كان بيحاول يكون ايدي هو بس ما صدق معه. كمان مرة؟ أنا ما صدقت أخلص. ما صدقت أخلص يا زلمة. صحيح إنه ما بفوز بس جاي أعذبك اليوم. لا 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 الصراحة أنت في تحسن ضخم جدا لو أنت بتلعب اللعب هذا بالشخصيات الثانية اللي أنت شاطر فيها. خسارة لا لا إنسان ما كنت بحكي كلمة حلوة عندك إذا ما أعطيني مجال. جابتني أنا متواضع. أنا عم بجاملك كنت. زيح غاض. أنا اللي زيح غاض. زيح غاض ولا. بدي اضرب فيك ضربة اكيلة يعني. ما بتحسوا هذا اذا كنه بسام تا من كابتن ماجد؟ مين؟ بول. بول؟ ليش على نفس العصبية اللي فيه يعني؟ معصب ودائما ضربة هيك ضربة. ايوه دائما بتيجي بالوقت الغلط روح لا انت كنت جاي لي على اساس لا انا جهزتها ونظمتها على اساس انها تنزل فيها طبخت لي اياها يعني. احنا هيك بدينا الموضوع ايش اوف واحده بواحده اه اوه 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 اه حلو حلو. لا بس ما بتقتلني صح؟ ما اظن ما اظني. لا هي بس بيضل لك شوي بدي تقريبا ولا اكثر حتى يعني. انت حافظها هي طبعا طبعا. ايو ايو لا 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 زيح غاض. لا زيح غاض ولا كمان مره يعني كمان مره. خذ اي ما صدق شكرا اوف
نايس والله في كومبو طلع منك. لا كنا راح نخسر. امدحني هلا امدحني. باين لك ضربه على فكره. اوه لا. لا متت 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 يا الله ما كان قصدي اعملها والله. لا بس انت كنت تضربني بيرفكت هاي مش مسكين. انت بتقهرني كل ما تعطيني قبل كارت هاي. اي قصدك هاي كمل. لا كمل والله والله يسأل. خذ راحتك. هي على فكرة هاي حركة واحدة يعني بيضل يلف. لف لف يا أخوي لف. شو يا ابني؟ كنت عم تخليني أورجيك؟ شو يا ابني؟ كنت عم تورجيني؟ لف يا أخوي لف. شو أنا لسه مستمتع. لف يا أخوي لف. أنا لسه مستمتع أنا لسه ما بلشت يعني. يلا كمل. الحمد لله خير الشخصية. شو بدنا نعمل؟ نرجع على كوبل. يا الله مشان الله. عشان تتعلم تتصل بعمار. عمار تعال عندي شو بدي استضيفك معاي. انا اسف. انا اسف عشان ما ترجع تعيدها. شو بدنا نختار هلا؟ انت شو رح تاخذ؟ والله بفكر. خالد اسمع زمان على ستيف. يلا اوكي خذ ستيف. انا مين اخذ؟ انا مين اخذ؟ اخذ جن اخذ كازويا. ايه لا بس خذ اللي انت بدك اياه. لو بدك تاخذ اللبس هذا او يعني انت اللي انا بعرفك بتحب اللبس الروب هذه. اه بالضبط. شو اخذ؟ هياتشي. حن علينا شوي. كازويا حن اكثر. انت مش تطلع. ايوه جن. اوكي جن. يلا اوكي تمام. تمام 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 على خير ان شاء الله. هو عارف ان انا ما بلعبش جن كثير. فهو على فكره مش جني جني يعني اسمه جن. اسمه جن. جن كازاما. جن كازاما ابنه لكازويا اللي هو بيكون أيوة حفيده. ذكرني بالعيل اللي كنت شرحت لها. حفيده لحياتي. أنا داخل على نسب لأني. والله يا طويل عمر جاي ناسبكم. أنا بيجيني الشرح والله. قال تكن يعني. يا أهلا وسهلا الفاتحة. خلص تدريب وجاي. أنت هاي أول مرة تلعب ستيف الجيم هذا اليوم. آه أنا عشان هيك مستغرب يعني أنه في إشي ناقص. حتى والله نسيت الكومبو استعمله. بلشنا عذار. انت حتقضيها بيسك موفز هيك. اوف حلو نايس. كيف بس حلو. لا هاي حلو عجبني. لا احنا دارسين الموضوع. طب خليني اعمل الستانس يعني. طب هاي كيف ما اجتك؟ بدي افهم انا. ايش بدك تجي؟ انت دعست على اصبع رجلي ومتت انا. اه اه خلص وصل للمرحلة اللي ما بيقدر يتحمل فيها. مات متضايق يعني. كيف ما جت فيك؟ وش الفاضي؟ انت طبعا ما توقعتها هاي. لا ما توقعتها. لا ما توقعتهاش. لا لا ايوه جاي لك متربص انا. حافظينها خلاص. ايوه هلا انا عشت. ما عرفت كيف عشت. انت محظوظ. والله مش كتير محظوظ بس يلا. يلا يلا ما علينا ما علينا ما علينا. صبيت. آه. انا حسيت بالوجع. لا يعني انت جايلها. انت جايلها. والله بضلني انسى مرات. بسيطه بسيطه حجج.
لسه ما خلصت الجيم يابا. خلص الجيم. خلص الجيم من زمان. ايه عيب يا حكيم هيك تخسر كمان مرة عيب. واو. ليش اخترت جن؟ ما انت ما بتعرف تلعب فيك. هاو راحت يعني الفاضي. هي غلطة مش مشكلة. على فكرة في فرق باللعب كتير عن المرة الماضية انه احنا هلا كتير سيريس يعني. انا مش عاطي مش قادر احكي اصلا. انت مش ملحق يعني. انت صرت تلعب بوكسينج معي وكمان غلطنا فيها كمان مرة. لا كنت بعيد ولكن على الفاضي. صرت قريب. على الفاضي. مش بدك ياني قريب. صرنا اهو. والله على كيفك. بتحب تلعب الجن؟ الخسران يختار. الخسران يختار. اوكي. اوكي. قد الكلام هذا؟ شو قصدك يعني؟ انت غيرت؟ انا غير انا رحت على كاركتر سيلكت. عملت لي حالك انه راح تلعب مره ثانيه. اكيد انت مبسوط هلا. لا 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 ما لا لا ما تختار كوما. ما تختار ما تختار كوما. ولا باندا ولا باندا ولا باندا دخيلك. طب شو نختار لك اذا هيك؟ انا خلصت حججي يعني صراحه. خلينا نختار واحد. انا بلعب جد. انا عم بلعب جد هلا. انت مين اخترت؟ اقوى شيء عندي. اقوى شيء. اقوى شيء عندي؟ والله اختار شيء ثاني من الدخل. خلينا نرجع على نوكتس. اوكي. بس صراحة أنا ما بدي الكاستم هذا لأنه هو ما يعني كانش أنا بتشائم منه هذا صراحة يعني. هو يعني مش فال خير أبدا. عم نلعب فوق عند أنت أول مرة بتلعب ستيف هلا صح؟ أظني لعبت مرة. لعبت فيه. بلا لما كنت مغير له اللبس تبعه. بس مين اللي اخترت انت؟ هورانج لعبت هورانج. هورانج لعبت معي ضد هورانج. ايوه تايكواندو ضد الملاكمة. والملاكمة تغلبت. مين طبعا يعني مين تتوقع لازم اذكر نفسي. ويش. بعد ايه نايس. طب انت حظك تاكلها هيك يعني شعر. ولا لامتى يعني؟ حرام راحت على الفاضي. اظن انا جبتك. انا جبتك فيها. هلا انت كنت بتستناني. طبعا هو انا اصلا انا عم بتفلسف. انا العب على غلطك. العب على غلطك. ليش عم بتفلسف انا باللعب؟ يعني كان المفروض تعطيني مجال بما انك انت لعيب يعني. حلو كيف قال كان المفروض تعطيني مجال. اشفق على اخيك اللي ما بيعرف يلعب. انت ما شاء الله ابدا ولا لك اي دخل باللعب انت. اذكرك الكومو. لا بليز لا. يعني عرفنا حركاتك. خلص طلعني من العدم. ايوه كي او ولكن انه حلو. بلا 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 ولكن صار شيء. ولكنه صار اي شيء. انا اصلا نسيت اللي صار يعني. واو كم لابقين لبس على بعض. والله لاحظ الاسود
يمكن اول مره اشوفه يضرب ضربه بايده بدون سيف. هذا ما هو طبعا هو ضيف على اللعبه ف بده اشي يحميه. حظ حظ ثلاث جولات هي حظ. لا اخر واحدة هاي حظ شوي اخر واحدة من تل الغلط برجع الفليب على اساس انه اضربك. اعترف اعترف شو ما بدك نقطس خلاص. خلينا نغير على اساس انه ما نزهق يعني. ونشوف. حلو الصوت. شكرا. حلو الحركة اللي عملتها. لا ما حد. طيب. كنت بتلعب لي اجت فترة. لي. جربت لي. مش أنا. لا جربت لي. انت. جربت لي بس ما صراحة ما عجبني. ما عجبني ضرباته خفيفة. أنا هلعب لارس. لأي لك بوب. خذ اللي بدك إياه. لأي لك كوما إذا هيك. لا 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 بابا منيح بابا منيح. بابا كويس. أنا أنت... أول مرة بلعب بوب. لا ما لعبت فيه من قبل. وات؟ مين طب مين بتلعب؟ انت ما بتلعب لو؟ لا ما بلعب بلو. لا لو لي ما بلعب فيه. دراجونوف ما لعبت فيه من قبل. مين ضل كمان؟ بس بول ما لعبت يعني بول. انا برتاح لهم يعني بالتانيين. اوكي اوكي اختار. المهم بدك تاخذ كلاوديو بدك تاخذ اللي بدك اختار. كلاوديو بطيء جدا. yeah. هو وميغيل كثير بطيء. بس ميغيل ضربته كثير قوية على فكرة. هو لا على فكرة ميغيل مش كتير بطيء. في عنده حركات ما بتتوقعها والله. you have to try him. لازم تجربه. خلص مش مشكلة على الراوند الثاني بس افوزك على السريع هلا ونشوف ميغيل. ايوه تعال يا حبيبي تعال. لا لا يغرك منظره لانه انت إذا أنت كنت متغلب مع كوما فهذا إشي تاني. هذا السريع. سمير اللي بيلعب بوب أيوة كتير. أنت لاحظ السرعة اللي عليه. yeah. يعني منظره ما بيوحي أنه عنده أي سرعة هو. بس لا عنده حركات شقلبة غريبة. ويو مثل هاي. نسيت اقول لك انه هو في شبه منك كمان بدون اللحيه. هذا السمر اديشن. انتبه على اللعبه لانك بتخسر. ايوه. اوكي جت فيك. انت يعني هي جريت يعني انت ما ابدعت. اوه يا انت ما ابدعت. ايش انا ما ابدعت؟ انت كنت متغلب شوي معي. يا عيني ايه ده ايه ده. بس كيف الجوجر نوت باد. انا اصلا هل انتبهت الاتش بي تبعي كله رايح؟ هاي غلطة اللي انا ابتكرتها بس هاي كويسة. ايوه والله زبطت. كيف هاي زبطت؟ والله زبطت. كيف زبطت؟ هاي حلوة. الله يا عيني على حط نفسي مواقف بايخة. لا انا لاحظت انه سريع جدا. يعني انت ما بتلحق تعمل ديفنس. لا صراحة الوقت رائع. وان واو رائع يا زلمة. ممتاز خلاص. على الفاضي. هاي لي على فكرة الريش تاعه سهل. كيف هنا؟
انه سهل تشوفه؟ لا سهل تعمل له كومبينيشن مش ارتويت. هو تريانجل سكوير قدام نايس. بس ايش فيه؟ متى بيخلص الهجمه تبعته هذا؟ ما بيخلص، هو بيضل مكمل الا لحد ما تضربه يعني. بس شايف كيف بيمسكك قبل الديفنس؟ اه نظام مش طبيعي. لا لا رائع رائع، انا حبيته. هيا تعال يا حبيبي. اوه هاي راحت على الفاضي. نعملها ريماتش؟ يلا لا حلو حلو اذا انت قد التحدي. نو بروبلم بابا. صراحة بوب رائع طلع. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عشنا حل حب. قدامك شغل. وصراحة انت اللي لابس ورد ومش عارف ايش. انا باخذ الموضوع سيريس. اكبر مثال على هيك القميص اللي لابسه هو والشلوت اللي اكله. يا جماعه ليه صار بوب بطيء؟ احنا حسدناه ولا شو؟ ايوه انت ليش ما بتموت؟ ليش انا بس باكل ضرب؟ تعال تضرب حيطة. واو قوية ولك خلص اصبر. اوف والله رفعته بالهواء. افا هو خفيف المفروض. هاي يعني لو كانت جاية فيه. اوه اجت اجت اجت. اوه نايس يا بيبي نايس. حلو. لا صراحة حلو 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 حلو. طيب يلا اوكي احنا اصلا كمان 15 ثانية هناخد بريك سريع، فاعزائي المشاهدين احنا راح نكمل وهنرجع لكم على طول بعد الفاصل. أهلا فيكم أعزائي المشاهدين، نرجع لكم مرة ثانية. طبعاً هذه هتكون آخر 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 بريك، هذا الفينال يعني، هذا آخر بريك لنهاية البرنامج. وشو بدنا نعمل هلا؟ إحنا بدنا نلعب كم من جيم وبعدين بدي أغير شوي. بدنا نغير على جيم ثاني. أي نعم أولد سكول يعني، للناس اللي بحنوا للماضي وللأركيد جيمز، جيل الثمانينات أو جيل الثمانينات. صحيح صحيح صحيح. طيب شو هلا بدنا نلعب جد؟ احنا نلعب جد. نحن كنا نلعب مزح لانه عشان هيك بدي انا باندا. لا خلص انا باخذ باندا خلص، بديش اكذبك. بدك تاخذ باندا؟ انا اخذ باندا خلص. يلا حاخذ عشان خاطرك. خليها ايش عارف، لو بتاخذ اشي تاني غير كوما عارف عن جد، لو بتاخذ اشي والله والله يكون بفكر اخذ نوكتس. لا يلا ها، بس بدنا نغير لازم. حلو درع، عارف النمر المقنع وال هذا الدب المدرع، هذا التقليد الفاشل تاعه. طبعا وين عم نلعب احنا؟ والله مش عارف. روبيك كيوب هو نفسه عم نلعب فيه جواته. روبيك ايش يابا؟ اللي هذا اللي بحياته مكعب الروبيكي. مكعب الكيوب شحن روبيكي روبيك. الله عندي دبدوب. والله بالله اي لاف يو سو ماتش كيوت. هذا مش كيوت ابدا، انا وياهم لبقيد يعني شوي وحيحضنوا بعض. يعني ابو لا لا ايش اعطيني حضن. طيب ايش مال هات حضن. ما بحبك. اي لاف يو سو ماتش. ما بحبك. طب دوري. قلت لك انا بحبك. الحب اللي بيقتل هذا. انا كمان بحبك. خلص خلينا نضرب بعض عشان بنحب. حاضر. هذا اسمه تف لوف. ايش فيه؟ ايوه بالضبط. وال الفاضي لا كوما يعمل ديفنس.
اوف بس ضربت سريع يعني انه انا ميت يعني ضربتك رد اعتبار. انت بتحاول تحاول تظبطها لحالك لحالك انت هون بتعمل الحركه هاي. هو ايش الصوت هذا؟ مش عارف مين كان عم يتحرك. هو في غيري وغيرك في البيت؟ شكله الناس اي شكله الناس ما عجبهم اللاعب. طب منطقة خطر هلا بلعب فيك بوليبول. طب منطقة خطر ما حتزبط بصراحة. كان بدي ارجعك لورا شوي. هو تعب من الديفنس من كتر ما الضربة قوية. ايش يابا؟ ما بعرف صراحة، انا ما بعرف انا شو عم بعمل. ايه هياتها. واو كمان واحدة بواحدة يعني. ايه تعال نقعد نتكلم ونسولف. حتظبط؟ لا ما يجي. والله لسه عايش. اي اوف والله ما في على السريع. ما في مجال اهرب منها عشان وزنه ما بيقدر يهرب. فايت. والله انت صرت حافظهم. كيف بس؟ والله صرت حافظهم. بروفيشنال حيوان، خبير حيوانات أنا. خليك تحت. خليني أقوم يعني على قليل. الله ضرب برجله. آي تعال. يا عيني. إيش عم يسوي؟ أوه. وش عم يسوي هذا؟ إيش الكسل؟ شو رأيك؟ لا تسويها. لا تسوي. يلا عشان خطأ كبير ماتش. يا الله. بنحط اعتبارنا شوي. يلا ختامها بس. فايت. الله. يا سيدي. ايش في؟ لو اجت كانت حتكون رائعة. بحس مباراة سوبر ما اجت؟ يا الله واحد فيها انت. وات؟ ما هذه الأغنام؟ فايت. يعني من اللبس تاعه المفروض تعرف انه كوما يعني جاي ما عنده مزح. اسمع انا كيوت بس با با بس بيوجع يعني. يا الله بكفي الاحضان عشانك كيوت. في عنده غير العبطه الثانيه؟ بلا. ايش هذا؟ طب استنى. طب مو بدي اعوض يا ابني. بدي اعوض انا. بلش حكيم يحفظ الحركات ويطبق. ايش في؟ ايش راع الاسراع دببه هذا اللي احنا عاملينه؟ شو الضربات اللي عم بتصير بس انه في اشي بيوجع. ايوه. نو. يس يس كمان. فايت. بس والله ما حتظبطها مره ثانيه. ها شكله هيزبط اكثر مني. اي يعني الحق علي اللي قلت لك نحي بقى. حبابا. طب بعدين يلا يلا اعمل ريج ثبتك. اعمل ريج ولا شفت كيف صفعه كف؟ اعمل ريج ولا ما بردك والله. ايه ايش 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 الله يخت عليكي. الله وي تعال نعد. هاي يا
انا بتوقع بعد الوقت هاي يعني انه يعطيك نفس قاتل، بس شفت الشيء الصغير هذا اللي طلع المفروض يكون رجل هادي اي لا تقعد قدام الاكبر منك. اوف ايش فيك ايش فيك؟ لا رديت لك اياها رديت لك اياها شو عم يعمل هذا؟ خلص بكفينا حيوان. خاوه بكفي عالم الحيوان الهي، لانه بس انت انهزمت شر هزيمه، بدك تعترف بالكلام هذا. ومن مين؟ من كوما. وانا بلعب ايش؟ بلعب بلعب قطه. انا انت بتلعب مع واحد يعني انه نفس الكاتيجوري بس شو؟ ومع ذلك انا فزت عليك. خلي عندك روح رياضيه. لا معلش لا معلش لا عشان تتعلم تفوز مره ثانيه. يلا اخر مباراه بعدين ننقل على اللعبه العجيبه. ممكن. طبعا هاي اللعبه جديه جدا وبس الكبار بيقدروا يلعبوها طبعا. وبس يعني انه اللعبه اللي حنورجيكم اياها كمان شويه راح تستحق درجه فيها يعني. نعم يعني هنلعبها جد وهنتقن فيها وهنركز ومحتاج تركيز كتير. نشوف بس ان شاء الله نعرف نلعبها، لانه انا بعرف انه اللعبه بتجيب عدا الوان هي من كتر الالوان والاضواء اللي فيها. مش متعود يعني انه العب بني ادمين. انا صراحه انت هلا يعني هو والله سريع وبيضرب. هذا كمان سريع على فكره. كازويا ما لعبت فيه من قبل. لا هو اللي ما بيلعب بالشخصية هاي كتير هيتعزم، مش هيلاقي السرعة اللي هو بده اياها. وبيه كان جاي ما هتجي اي على الفاضي، كان لازم يكون ايش فيه؟ ايش فيه؟ خلص خلصني وصلت لمرحلة يلا خلي الراوند تخلص. لا تقول لي بيرفكت. لا مش بيرفكت. مش بيرفكت؟ وعد؟ اوه انا بضلني انسى الحركة هاي صراحة. الله هتيجي فيك يا عيني الله رائع صراحة، رائع حلوة الريش. بيوقفش ضرب هذا والله، عنده سيف بده يستعمله لأبعد ما يمكن، بده يحلل السيف تاعه. ايش في؟ اوه نايس. انا اجيت على الابر كات بتاعتك. انت ما توقعت هاي. انت ابدا ما كنت متوقعها. لا هو يعني والله مرات عن جد لو للحظة ما بتنتبه شو عم تعمل باكل كمية ضرر عادي عالي كتير. اها خد يا حبيبي اخذت مجدك يعني. ايش في على الفاضي؟ اوي وات والله زبطه كيف زبطه. انت ما كنت عامل ديفنس فاجت فيك يا عمي. انا ما عندي شيء اعمل غير ان ارجع لورا. كيف يعني مسكت؟ ما بعرف صراحه من العدم.
هاو يسديني تديني نا 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 يا حيا واحد فيها حيوان 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 عشان تضل تشوف حالك انت على فكرة انا بس بمزح معك شفت كيف؟ اقعد ورا ولا اشي انا بديش اغلط غلطة انت حتروح فيها يا معلم ما يجي انا اللي راح اجيبها انا اللي راح اجيبها خاد انا بس بلعب مع البروفيشنالز بنشوف بنشوف خير ان شاء الله بنشوف خير يا حلو لو خير ما في مشاكل كل الكلام كل البنات بتحبك كل البنات ماشي طبعا يا سيدي يا بختك ايه وانت اللي زيك مين صحي انا ما علينا اوكي هلا احنا بنغيرهم اللعبه اوكي ونحط لهم اللعبه الجديه اللي احنا بنحكي عنها طبعا باقي لنا تقريبا شيء ربع ساعه ويمكن اقل من ربع ساعه فهيك بتكفي بدنا نتسلى شوي هيك نورجيهم الوضع كيف ممكن يكون يعني بس غير هيك شو في هل تعتقد يعني انا صراحه حابب ان احنا نسمع من الجمهور الطريقه الاخرى اللي يتواصلوا معنا على تويتر او انستغرام او يتواصلوا معنا حتى كمان على اليوتيوب اللي بتفرجوا بالتعليقات انه يقولوا لنا شو هي الجيمز اللي بيحبوا يلعبوها شو الاشياء اللي بيحبوا يعملوها اذا في لعبه معينه انت بتحب انك تشوفها او انت بتحب تشوفيها ما عليكم غير انه تخبرونا يعني هذا موضوع بكل بساطه هذا كل مكان اما شيء غير هيك هلا بدنا نورجيكم لعبه حلوه صراحه انا كنت بلعبها زمان واحنا صغار ونزلوا منها اجزاء كثير ف يعني هتكون هيك شوي كيوت صح خفيفه يعني كيوت على وقت السحور هلا صح على اساس انه ما تقل على اساس انه ما تقل بس فيها خراب اعصاب يعني انه مش طبيعي لو اخذت اللعبه يعني انه سيريس زياده عن اللزوم صح صحيح بس نستنى احنا بس اللعبه اللي تبدا وبعدين احنا بنكون جاهزين يا طويل العمر كله بيستنى اصلا نشوف غير هيك عمار انت شو اللي بشكل عام شو اللي انت الخبره تبعتك باللعب معانا بشكل عام يعني والله انا لحد هلا يعني ما صفت الا ولعبت معك يعني بشكل مكثف تيكن ايوه وطبعا يعني انه اغلبيه الناس بيعرفوا تيكن يعني انه كميه الشغل اللي انعمل عليها على اساس انه تتطور اللعبه ومقارنه بالفايتنج جيمز الثانيه يعني انه هي تعتبر بمستوى ثاني تعتمد تكنيك يعني اكثر من اذا مقارنها مثلا بستريت فايتر مقارنها بمورتال كومبات فيها تكنيك اكثر المجال واسع قدامك يعني على اساس انك تطور مهاراتك كل كاركتر تاخذ فيها وقت قد ما بتقدر يعني على اساس انه تحترفها نعم ومهما اعتبرت نفسك انك محترف فيها الا ما يكون في ناس العب منك وناس طبعا اكيد بتتعلم منهم يعني صحيح فانه مستحيل يعني انه حدا يسلمك نعم طبعا هلا احنا نورجيكم اللعبه بشكل سريع شو بدي اسوي انا هلا بورجيكم هون نفوت لهون سكاي فورس بس قبلها خلنا بس اجي امد الجيم لهون لبرا هذه هي اللعبه اللي احنا قاعدين نتكلم عنها هاي اللعبه اسمها سكاي فورس طبعا انت هلا لسه مش هتكون واضحه كثير لكم اللعبه لما ندخل لجوه ونشوفها بس بدي اشوف انا ايش بنبلش بالمربع شباب ايش اطلع ايوه مربع هو اللي بيبدا جاهز انا دائما جاهز انت دائما جاهز يعني احنا اوكي بشوف حتكون جديده علينا انه حنلعب مع بعض بشوف
هلا في تحديات هاي الموجوده ان احنا ندمر 70% من العدو او 100%، احنا ما بدنا نمشي اي حدا فيهم. اوكي وهيكون في جنود لازم ننقذهم كلياتهم. اذا قدرنا انه ما نلمس ولا مره تم كان به. حلو، طبعا هاي الليفل ستات اللعبه. يعني اذا لمسنا مره واحده خلص. نعم. لا لا هلا مش مشكله لو لمست اوكي، بس في تحدي انه لو سويتها تطلع معك تمام. يلا دوس انت اظني مربع. اهلا 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 والله. هلا والله بالتيم. بالمربع من دوس صح. الكنترولر بالستيك. هي لان انت اول مره تبدا فلازم تلم هدول على السريع. بس خلنا اعدلهم ال احنا بالتوتوريال مود يعني. ايه احنا يعني بنعتبر هلا بالتوتوريال مود تاعها او الانتري ليفل تاع اللعبه، عشان هيك الطلقات بتكون بطيئه. ما هو شو اسمه، ما انت بدك شوف هلا يعني انت اول مره نلعب اللعبه. أوكي. فبدأ على طول انه بتطلع على برا وبتزبط الوضع كيف يعني انه كيف اقول لك. هلا بنشوف احنا كيف بدنا نبدا. ايوه شوف هذه، شايف هدول اللي هون، هذه بتاخذها بتزيد الطاقه تبعتك بنص المباراه بنص الجيم او بنص المرحله. بعدين لما تخلص بتلم النجوم هدول، وهدول زي المصاري يعني بتستعملهم على اساس شو. هلا انت البنفسجي صح؟ انت البنفسجي صح. اوكي هذه طلعت مدخلهم ياخذوك. هاي لو انضربت بتاخذ الهيلث بس احنا اوريدي فل، وانا وانت بنتشارك بالابجريد لو اي نوع من التحديث يعني بالطلقات. حدا بياخذه لحاله يعني. وهي الجنود اللي موجودين هون لما السجناء هذول اللي محتاجين الاسرى او الاسرى او الناس اللي هم محتاجين انه ننقذهم، فبس بتقف جنبيهم وتحاول تضبط الامور تمام. اوكي المهم انك ما تنضرب. لهلا احنا ما انضربنا ولا مره. لم كل النجوم اللي عندك، انا بساعد بالجنود او بالاسرى. بتدمر بس تاخذ وقت، معناش احنا طاقه كثير. لا ما تمشيهم، ما تخليهم يعيشوا يا زلمه، بدنا نقتلهم كلهم يا عمار. اول مره انت عن جد اول مره تلعب هاي؟ ما لعبت انت صغير؟ انا لعبتها بس هي سريعه، انا مش متعود على البطء بتاعها. انت لعبتها لما وصلنا اخر المراحل لما كنا خلص. ايش قصدك يعني؟ ايش قصدك يعني؟ شو يعني؟ مش عارف بس ولك ما تمريهم، مش تضربهم بطيارتك. بس مش معناته برضه انك تضحك. المشكله انه الطلقات كثير بطيئه. هو اصلا هي بتزيد بتصير اسرع. ما احنا لسه اول مره نلعبها. احنا لما كنا نلعبها انا وانت على البلاي ستيشن، شيل هذا، لما كنا نلعب البلاي ستيشن كانت بتكون اسرع. على فكره صارت الطلقات هلا اسرع شوي. ما قلت لك انه كل مع كل جناح بناخده بيزيد عندنا الضرر. صح. ابعد عنا هدول بيجوا، خليه يجي قدامنا الاول. اي خبط في روح. انا بتصرف مع هذا، انت تصرف مع ده. الله بده شوي هيو جبناه. اهم شيء لم النجوم هدول هم اللي هنستعملهم عشان نحدث الحال. عندك الليزر وعندك الشيلد وعندك هاي كلها؟ لا لسه لازم يكون عندي نجوم ان انا اقدر اشتريهم. أوكي. وبعدين لما بشتريهم بيصيروا موجودين عندي ايش صار فيه؟ انا رحت فيها. انا شكله اجتني طلقه وخلص رحت فيها. هو مش طلقه، اجاك صاروخ. بس انا مستغرب. طب بديش اكمل من غيرك. الله لهالدرجه حاببني. هي يلا هعيد انا. يلا سكوير انا عشان ادخل صح؟ شوف فينا نروح هون ونزيد أوكي. نزيد الطلقه. قلت لك هون التحديث بيكون اوكي. شو كم دعمنا هون بدنا نزيد شو اسمه، فيك تزيد الهيلث تبعي. هاي زودنا الهيلث الحياه تبعتنا. في شيء اسمه المين كارن. المين كارن هي اللي منطخ فيها اللي وهلا نلعب. ما تخلي واحد يمر. ما هي المشكلة باللعبة، أنا قلت لك إنه بيصير عندك عمى ألوان عشان لون الطلقات على لون الصواريخ كله بيفوت ببعض. مش مشكلة، حتى لو ضربونا بس إنه ما نموت مش مشكلة، بس المهم إنه ما حد فيهم يعيش. يعني كل اللي بيجوا على الشاشة لازم ندمرهم. وأيوه هاي هاي الأجنحة، شفت كيف؟ لما توصل أنت لآخر مرحلة بيصير عندك شو اسمه؟ بيصير عندك إنه أعلى نوع من الضرر اللي أنت ممكن تعمله بس في الخريطة هاي. طب أنت وين رايح؟
تستخدم اللي فوق عشان ماشي وبن اكل استراتيجي ماشي انت خد يمين وانا اخذ يسار وقصص يعني ايوه على اساس ماشي بروفيشنز ارفع عليك هلا هي بالاول هاي اول مرحله فهم بيكونوا بيعملوك زي المبتدئين يعني وهم مبتدئين وانت بتموت كيف هاي ما بعرف والله لانه انا عم بسمع لك وبهتم بحديثك فما انتبهت على اللي بيصير قدامي بتعرفش انت تعمل ملف هذا الصاروخ الاكل ايوه دمرنا الهليكوبتر هاي نفسي ادمرها يلا انا معك طولت ايه بس بناخد عليها سكور هاي لأنه انا عم بمر هنجوم على فكرة مش مشكلة انا عم بلعب يلا تمام هاي كمان عنا ابجريد صار اسرع هلا طلع اسرع انتبه بس بنفس الوقت الطيارات تصير اسرع هو اهم شيء اصلا نخلص المرحله هذه على اساس انه يكون عندنا شويه نجوم ونزيد الـ 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 التحديث تبع السلاح تبعنا وبعدين بيصير الوضع تمام هو بس هياخذ وقت على فكره يعني فاحنا ممكن في الحلقات الجايه كمان نصير انه كل فتره فتره نلعب لنا مرحله مرحلتين بالضبط يعني لانه انت كمان عندك لما حتى لو خلصت كل المراحل الموجوده فيك ترجع تعيدها على اساس كيف انه بشكل اصعب يعني هي بتكون نفس الخريطه بس ولو اكلت ضربه بدل ما مثلا احنا عاده هلا مثلا لو اكلنا اربع صواريخ بنموت هذيك لا صاروخ واحد بتقتلك على السريع خلينا لا بس لا حبيبي انت اكلت 40 صاروخ يمكن تعرف تتخصص لا شيلوا اخر واحد ايوه انا راح اشيل هذا لا ضربه صغيره عادي المهم تموتش يعني المهم ان انت ما تموت و هلا تمام هلا الباور ليفل يعني انه اوكي يلا حلو تمام انا منقذها لا تسوي شيء اكسلنت يا معلم الله بحب لما حد يقول لي ممتاز وبرافو عليك حبيبي الفخر زي هيك ماما لما تقول لي الله يرضى عليك يا روحي كذا يعني الله تاثرت صح؟ تعرف ليش انت انا وانت متنا انت ليش انا وانت تقابلين لانه خبطنا بالبناي انا هلا خبطت فيها خلاص يمكن نسيتيني اصلا في كل الحالات صعب انه انت تفجرها اوعى حاسب ولا بطيئه على اساس يلا شباب باقي شلتهم كلهم باقي يلا باقي صاروخ واحد باقي رشاش واحد بس لم طلعت لم النجوم هلا هلا واي هلا هلا يا عيني على فكره هذا كله دلع ومياصة هاي اول مرحله بس شوف يعني احنا ما مرقنا انقذنا كل الاسرى وما اكلنا ولا يعني مش اكلنا ضربه بس قتلناهم كلياتهم وصلناها للكريتيكال ليفل يعني انه لا بشوف هلا شوف كم نجمه رح ناخذ يمكن ثلاث نجوم شفت كيف؟ والله اللي هلا مش بطال يعني طبعا كويس يعتبر يعني نروح اللي بعده بس خلينا نروح الاول شيء على الـ على الـ على ايش؟ على الجراج على اساس انه نشتري الارمر ونشتري الاسلحه نعم هاي. انا عم بزيد الهيلث تبعنا وبزيد الضرر تبع الهاي يلا نروح اللي بعده نفس الشيء دو نوت كراش اوكي نفس الشيء ما تخلي اي حد يعيش حتى لو احنا دوس مربع هلا اسرع صارت الطلعه اسرع شوي ولو اخذناهم هدول بنص الخريطه بالمرحله هاي كمان بصير اسرع فانه اهم شيء ناخذ النجوم وناخذ الاجنحه اللي بعدها هذا المطلوب يعني انه بكل ليفل انت جاي من ورانا استناها بس تصير قدام انا بركز على اللي قدامي هدول انا بعطيك ابجريد يلا حلو لما نحتني لا تخلي عيش يا ابوي شيل 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 شلناه صح؟ اخذناه روح يا زلمه روح يمين ما عندنا تناسق بال يا الله عمار لا ما رحت بس بدي اياهم يموتوا ما تخلي احد فيهم يعيش انا هيك بستلم
نايس. هاي خذ خذ الحياة. يلا شيل هذول معك. شيل هاد شيل هذول. يلا تمام اوكي. يا زلمة ليش ما قتلتوه؟ كنت مشغول هاتف الناس التانيين. مين؟ مين؟ فيش باقي على الجهة الثانية. وروح يسار. خلاص انت روح يسار. احب يسار. ما بدي. اخذ الحياة تبعك. راح انقذ هذاك، انقذ هذاك. تمام تمام. نايس نايس. جبناه. شيل 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 هاي شيل هاي البوت الصغيرة. الله هاي ممكن ندمر على فكرة، تعال نجرب. حلو تمام. اوبا تيتو يلا حبيبي. شوف طبعا يعني هلا في عندنا خبر مش كثير سار يا عمار، انه احنا قربنا قرب يخلص البرنامج، فاحنا هنكمل نسلى شوي على خلص نخلص المرحله. ذكرتني بالماضي عن جد عن جد. انا على فكره والله انا على فكره نصير نلعب الالعاب القديمه، هاي الالعاب اللي كنا نلعبها واحنا كبار واحنا صغار. زي الالعاب القديمه بصراحه. ممكن 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 كل حلقه ممكن كل حلقه. يلا اعزائي المشاهدين يعطيكم الف عافيه، شكرا كثير لوقتكم معنا، احنا كثير انبسطنا، كان معكم حكيم عمار. صباح الفول والفلافل والطابين.